كتابة اليوم هو عنوان القوى المضادة للثورة في تونس الباجي قائد السبسي نموذجا. هذا كتاب الآن تحت الطبع، سيصدر بعد 3 أو 4 أيام أخرين، من أقصى تقدير يوم الخميس المقبل، باش يكون في 308 صفحات. تناولنا فيه عدة محاور، عدة أبواب ومحاور. المحور الأول، الباب الأول، حديث الثورة، حكينا فيه في معنى الثورة، في أسباب قيام الثورة. ثورتنا التونسية تعرضت منذ نجاحها في إسقاط الرأس إلى محاولة الاحتواء والالتفاف والإشغال، ولأن الثورة حدث نادر الحصول ونعتبرها فرصتنا للدخول إلى العصر، آمين على أنفسنا الدفاع عنها ما استطعنا إلى ذلك سبيل. عملنا محاور هامة، ملابسات تعيين الباجي قيادة ست رأس الحكومة. المحور اللي بعده، الباجي وزير الأول، وقراءة في أدائه على رأس الحكومة. المحور الموالي هو التحضير لعودة الذباع، سميناه التحضير لعودة الذباع. تناولنا فيه بين 26 جانفي 2012 قال الباجي قيادة السبسي، واجتماع المونستير تاع 23 مارس 2012، ثم حركة تونس التأسيس بتاعها 16 جوان. الباب الموالي هو ما يجب أن نعرفه عن الباجي قيادة السبسي، اللي هو قلنا في الخصائص الذاتية بتاعه اللي هي مهمة برشا، والممارسات الأمنية تحت إمرته اللي هي زادة هامة جدا وفيها اتهامات كبيرة، اللي هو موثق عنا. علاقته بن علي، كيفاش يخدم بن علي، وشنو هي المهام اللي نفذها بن علي. أما موضوع التعذيب الذي يشكل ملفا ثقيلا بالنسبة لعهد بورقيبة، وخاصة خلال فترة الستينات الذي تولى خلالها الباجي قائد السبسي الإشراف على الأمن بالبلاد، فإن التحصن بالتكذيب وما إلى ذلك من وسائل الدفاع عن النفس لا يفيده في شيء، ولا يمكن أن يبعد التهمة عنه، خاصة وأن الوقائع وشهادات المتضررين موجودة وموثقة. وحتى وإن كان لم يمارس التعذيب بنفسه، فإنه يتحمل مسؤولية أخلاقية وتاريخية فيما حصل، بما أن المنفذين هم أعوان يعودون إليه بالنظر ويأتمرون بأوامره، والذين مارسوا التحقيق هم أعوان وضباط تابعون لوزارة الداخلية وليس لوزارة الدفاع الوطني. وهذه عينات من شهادات في الغرض في رميها أصحابها. خذينا مثلا شهادة متاع قدور بن يشرط، هذا أسير بن زرت ومن مورطين في قضية المحاولة الانقلابية تاع 62. شو يقول سي قدور بن يشرط؟ يقول وقع تعذيبنا في الداخلية، ويقصد وزارة الداخلية، ووضعونا في وضعية الجيش المصري، حيث يوضع السجين بين طاولتين وتربط رجلاه ويداه إلى فوق، ويتم تعريفه بواسطة الكرباش أو الصعقات الكهربائية بالدينامو. وكان حينها الباجي قائد السبسي مديرا للأمن، فتفنن في التعذيب وفي ممارسة العنف علينا. هذه كلام قدور بن يشرط.